الخطوة القادمة واحد. السلام عليكم، اهلا وسهلا. اعرف ان هذا النوع من المقاطع من زمان عنا، بس هذه القطعة اللي صارت ما صارت عبث. الرجعة هذه تبي تصير ان شاء الله، يعني باذن الله، باذن الله انه هذه المقاطع الجاية كلها من هذه السلسلة انا معتبرها زكاة تجربتي وعلمي واشياء كثيرة مريت فيها، باذن الله اني القى شيء في دنياي وفي اخرتي ان شاء الله يحسب لي ويأثر في حياة ناس كثير. ولانه اعتبر هذا الشيء اللي انا بقوله لك هو شيء لمس حياتي وغيرني وطورني، فحرام اني اكتمه. ما طورني الحالي، طور ناس كثير جدا. والمقاطع الجاية تبي تلمس خاطرك مرة وتبي تأثر فيك. يمكنك حضرت دورات تطوير ذات كثير، شيء يتعلق في تطوير شخصيتك، تطوير مهاراتك، كيف تستفيد من الأشياء اللي موجودة في حياتك وتستثمرها بالشكل الصح. ولكن أعتقد اللي تبي تشوفه أو بتسمعه في هذه السلسلة شيء مختلف تماما ابتداء من هذا المقطع. في أشياء في حياتنا دائما تصير حولنا قريبة منا بس ما نشوفها ولا ننتبه لها، ولا في أحد ينبهنا انه هذا الشيء اللي جنبك موجود هنا ممكن ترى يكون سبب في انه ينقل حياتك من مرحلة الى مرحلة ثانية وانت ما تتوقع. حتى بعدين ممكن توصل معك تقول اوف هذا الشيء اخي ما توقعته، كيف انه كان جنبي ولا انتبهت له. لذلك اتمنى انك تركز معي واتمنى انك تدعم هذه السلسلة. ما اخفيكم انه هذه السلسلة قعدت افكر كثير وين المنصة اللي ممكن انشر فيها هذا المحتوى. كانت في البداية كتاب وكتبت نصفها تقريبا، بعدين قلت لا خلني اطرحها على شكل مواضيع في سناب شات. ويوم شفت التفاعل في سناب شات بعد ما طرحت تقريبا 3 مواضيع منها، قررت اني اخليها بشكل احترافي ومتقن ومكتوب ومفيد اكثر، بحيث انها تبقى ويستفاد منها سواء كمحتوى مرئي او صوتي او حتى بعدين لو تم تحويلها لكتاب. طول بالك علي واوعدك بالشيء الزين. وبسم الله نبدا. في دراسه سووها على مجموعه من الناس وسالوهم ايش اكثر سؤال محيرهم دائما في شيء يتعلق في شخصيتهم وحياتهم بشكل عام. وكان اكثر سؤال تم الجواب عليه هو اني دائما انا اسال عن مستقبلي، ايش هو مستقبلي. الدراسات أثبتت أنه الناس اللي دائما يفكرون في المستقبل هم أكثر الناس رفاهية ونجاح ووصولا للمناصب وأيضا النجاح في تجارتهم لو دخلوا في مجال التجارة. السؤال اللي ممكن يجي في بال كثير من الناس هو طيب إذا أنا قاعد أفكر في المستقبل كيف ممكن فعلا أصنع شيء للمستقبل ابتداء من اليوم؟ هل أقدر اليوم أركز في بعض النقاط البسيطة اللي ممكن ألقى أثرها بعدين؟ وش الأشياء اللي لازم اليوم أنا أسويها؟ وش الأشياء اللي لازم أستفيد منها عشان ألقى أثرها في المستقبل؟ هذه الأشياء وهذه النقاط هي أشياء موجودة حولي وحولك، موجودة في حياتنا، ما هي صعبة على كل الناس. أي أحد في الحياة يقدر يسويها ويقدر يستفيد منها، لكن اللي ينقصني وينقصك هو إن حنا نكبر عيننا شوي على هذه الأشياء ونركز فيها. أصعب الأشياء في الحياة هي الأشياء السهلة الممتنعة، موجودة حولنا وقدامنا بس ما نقدر نسويها. كل إنسان في حياته نقلات، موقف، كلمة، مقطع. مقطع هذا أو الكلمة أو الموقف يخليه يعيد ترتيب حياتك، إذا تحس إنه ينغز هنا في قلبك كأنه يولع لمبة في راسك ينبهك عن شيء جدا مهم ويصنع لك هذه الانتقالة. صارت لي قصة تقريبا في عام 2011 ودي أقولها لك. هذه القصة خلتني أربط هذه القصة في أشياء كثير صارت من عام 2011 إلى اليوم، وخلتني دائما أتساءل في كل شيء أبغى أسويه أو أسويه وش الخطوة القادمة. أوكي أنا بديت فيه اليوم لكن وبعدين وين بروح؟ خلني أقول لك القصة. في عام 2011 في واحد من الأصدقاء اتصل فيني، قال أبو حميد يلا حيا كيف الحال، فاضي الليلة، نبي نروح نقابل واحد من الشباب جالس في مقهى. هذاك الوقت كانت فيه مقاهي الشيشة، وخوي هذا واللي معه كانوا يشيشون، أنا ما أشيش وكنت وقتها توني تارك الدخان لفترة بسيطة، ما كنت أصلا أحب الشيشة ولا أحب الدخان، بس إني بروح عشان خويي وعشان الرجال هذا اللي خويي كان مزكيه لي، يقول لي محمد فعلا أنا أبغاك تتعرف عليه. رحنا ولقينا رجال جالس في المقهى جالس يشيش، سلمنا عليه وكان رجال يرحب ويهلي، بس إنه كان مروق مرة ومزاجي وقدامه شاهي وكان مستكن إلى أبعد درجة تتخيلها. ذاك الوقت كنت أنا أشتغل مندوب مبيعات، يعني أسوق لبعض المنتجات للشركات. لما جلسنا وتعرفنا على بعض وكان هو معرفني عنه من قبل لا أجي وعطاني كذا برنت عنه بسيط، وهو كذلك يعرف عني بعض الأشياء. فلما جلسنا قعدنا سولف وخشينا بالسوالف، وكان صراحة رجل يسولف وسوالف زينة وشخصيته حلوة وممتعة جدا إلى أبعد الدرجات، واضح أن الرجل شخصية إبداعية يعني. فسألني سؤال قال لي محمد أبغى أتعرف عليك أكثر، إيش تشتغل؟ قلت أنا أشتغل أخصائي تسويق. طبعا في هذاك الوقت يعني
ما كانوا يقدرون يكتبون على الكروت حقات البزنس كارد مندوب مبيعات، ما كان اسم مندوب مبيعات كويس، فكانوا يكتبون اخصائي تسويق. انا ما احب اسمي مندوب مبيعات، قلت لا انا اخصائي تسويق. قال عندي مندوب مبيعات، قلت لا اخصائي تسويق. قالوا اخصائي تسويق وش اسوي؟ قلت مندوب مبيعات. قال خلاص. قلت لا انا البزنس كارد حقي اخصائي تسويق، ارجوك لا تجرح مسماي الوظيفي. تمام ما في مشكله، طيب مره حلو. طيب وش المهام اللي انت تسويها؟ والله انا اجي وابيع واخذ واحط واخذ نسبه وزي كذا واطلع فلوس منه ومنه يعني ونحاول نشتغل. قال لي طيب ممكن اسالك سؤال؟ انا قال لي ممكن اسالك سؤال؟ حسيت اني انحرجت ارتبكت. طيب تفضل اسال سؤال، لانه الطريقه اللي قال لي طيب ممكن اسالك سؤال، طيب سألني سؤال. قال لي وش الخطوة القادمة؟ شوف السؤال ترى سهل كذا انك تقوله وش الخطوة الجاية، لكن جوابه اقسم بالله صعب، صعب يا جماعة، صعب صعب. تبدأ تتلعثم، وحتى لو سويت نفسك فاهم والله لازم تكون صريح تقول مدري. الا اذا انت فعلا عندك استراتيجية واضحة لي وش الخطوة القادمة في الشيء اللي انت قاعد تسويه اليوم. قلت له والله انا ودي اكون اخصائي تسويق مبدع بعدين. قال لي جواب دبلوماسي، لا جاوبني بوضوح وش الخطوة الجاية اليوم. انت اخصائي تسويق على قولتك، طيب بعدين وين تبغى تروح؟ اليوم اخصائي تسويق، طيب بعد سنة وش تبي تكون؟ قلت له والله ان شاء الله اللي كاتبه الله بيجي. قال لي حبيبي اللي كاتبه الله بيجي، بس انت مطالب منك انك تفعل بالاسباب كانسان، وتجتهد وتحاول فعلا انك ترسم لمستقبل جيد، وتفكر في القادم وتحسب حساب القادم. فالسؤال انت اليوم اخصائي تسويق وش الخطوة القادمة حقتك؟ هل عندك خطة أنك تكون مدير القسم؟ إذا إيه وش قاعد تسوي أنت اليوم عشان تكون مدير القسم؟ طيب إذا أنت اليوم تبغى تطلع وظيفة أفضل بعدين، مستهدف مثلا جهة معينة أو نطاق معين، وش الشيء اللي أنت قاعد تسويه اليوم وباني له خطة معينة عشان يقدر يوصلك لهذيك المرحلة؟ هل أنت قاعد تمشي بشكل عشوائي، ولا فعلا قاعد تسوي تكنيك معين وعينك هناك تبي تروح؟ ودائما الإنسان إذا حط في باله شيء واشتغل عليه بيوصل له. لا والله أقول لك الصدق بصراحة ما في خطة، بس أنه يعني إن شاء الله الأمور تبي تصير زينة وبيصير كل شيء حلو. يعني بدأ يتكلم شوي وبدأ يسولف وبدأ يحكي. الصدق ما بعد هذا السؤال أنا جاني ضباب في مخي، يعني ما عاد أركز في السوالف اللي كان يقولها بعدها. يعني حسيت تعرف أنك تشوف الواحد كذا مركز عليه أنت، بس أنت ما أنت قاعد تسمعه، في شيء في بالك أنت قاعد تفكر فيه. جماعة سؤاله كنا سطرني كذا في لوح خشب، أعطاني من هنا على رأسي. صح صحني فعلا، ايش اللي قاعد يصير؟ ايش الخطوة القادمة؟ وين بروح؟ ايش بسوي؟ ايش بفعل؟ هل انا فكرت وش اللي بيصير بعدين؟ ثم بدا يعطيني بعض النقاط المهمة لو انا ابغى افكر وشلون ممكن افكر في هذيك المرحلة. وكان يتكلم عن نقاط صراحة قوية جدا، ومو اي احد يقدر يسويها فعلا. يعني اقصد مو اي احد، لا يعني انك لازم تملك امكانيات تعليمية معينة او في شخصيتك، لا اقصد مو اي احد بمعنى انها سهلة، بس الناس ما تنتبه لها ولا تسويها لانه ما في احد جاء وذكرها. وان شاء الله انه هذا الفيديو يكون واحد من وسائل التذكير لك اذا انت قاعد تشوف هذا الفيديو. خلصنا سوالف، شربنا ذاك الشاهي الكايف اللي ما خلاني أنام ذيك الليلة، بعدين رحنا للبيت وجلست أفكر كل اليوم كلام الرجال وش الخطوة القادمة في كل شيء في الحياة. يعني ذيك الليلة كنت حزين وماني بحزين، شايل هم وماني بشايل هم، فعليا شلت هم المستقبل. كيف أنا بقدر أحقق المستقبل إذا أنا ما فكرت فيه من اليوم؟ كيف أنا بوصل بعدين إذا أنا ما خططت له من اليوم؟ هل أخلي الحياة عشوائية وأخلي يوم يتحكم فيني؟ قلنا هذه الجملة قبل يعني وركزنا عليها كثير. إذا ما مشيت يومك على كيفك، يومك يمشيك على كيفه. هي نفس الوضع في المستقبل، إذا ما مشيت مستقبلك على كيفك، مستقبلك يمشيك على كيفه، يصقع فيك في كل مكان، ما تدري وش اللي يطلع لك بعدين. أنت قاعد تمشي بشكل عشوائي، تحمل النتيجة، تبي تلقى النتيجة العشوائية. أنت تمشي بطريقة منظمة ومرتبة وقاعد تسأل نفسك هذه الأسئلة، تبي توصل بعدين للشيء اللي أنت تبغاه وزيادة. السؤال هو كيف. أنا جيت ومسكت ورقة وقلم وقعدت أسأل نفسي نفس السؤال، إيش هي الخطوة القادمة؟ وبديت أحط بعدها في حاجات كثيرة. مثلا إيش هي الخطوة القادمة في علاقتي مع ربي؟ إيش هي الخطوة القادمة في علاقتي مع أهلي؟ إيش هي الخطوة القادمة في علاقتي مع أصدقائي لو كانوا سيئين أو لو كانوا جيدين وكويسين؟ إيش هي الخطوة القادمة في خدمتي المجتمعية؟ وش الشيء اللي أنا اليوم قاعد أفيد فيه الناس وقاعد أخدم فيه الناس؟ هل أنا فقط قاعد أخذ من الناس؟ طيب أنا إيش قاعد أقدم؟ إيش هي الخطوة القادمة في تعليمي؟ هل أنا وقفت سواء تعليم الأكاديمي أو تعليم الذاتي؟ هل أنا اكتفيت وقلت شكرا جزيلا أنا الآن أعرف كل شيء، ولا لازلت قاعد أتعلم؟ إيش هي الخطوة القادمة في عملي؟ إيش هي الخطوة القادمة في التكوين العائلي؟ طيب أنا
هل بتزوج؟ هل بتجيب عيال؟ طيب كيف وشلون؟ وش بسوي اليوم عشان أقدر أوصل لهذيك المرحلة؟ وش التكنيك اللي بحطه؟ إيش هي الخطوة القادمة في الحرية المالية؟ كيف أنا أقدر من اليوم أبدأ أسوي أشياء تخليني بعد سنة مرتاح ماليا؟ أسئلة كثيرة كذا قعدت أسألها ودخلت كذا في شبكة ما أعرف كيف أنا دخلت فيها. لقيت إنه كل شيء في حياتك له خطوة قادمة، كل شيء له مرحلة قادمة أنت لازم تفكر فيها وتبدأ بالعمل فيها من اللي في يدك اليوم ومن وضعك الآن ومن الشيء اللي أنت قاعد تسويه الآن. تعال خلينا نبحث أنا وياك في حياة الناجحين، في حياة الناس اللي وصلوا مناصب أو أماكن كثيرة. كيف وصلوا؟ نادر جدا، 1 من 50 ألف تلقاه وصل بشكل عشوائي. كلهم تلقى عندهم شيء مشترك، كان جزء منه التخطيط، أو على الأقل كان جزء منه الاجتهاد والعمل والمثابرة والبحث والطموح والتفكير. وهذا اللي يفرق دائما في اثنين، واحد يشتغل وواحد ما يشتغل. مستحيل انهم بعد سنة يكونون نفس الشيء. انت الان جالس تشتغل 10 ساعات الى 12 الى 14 ساعة في اليوم، وقاعد تتعب وترجع للبيت وتقعد ساعة تقرأ وتقعد ساعة تتعلم في موهبة ولا في تعليم ذاتي. هل تعتقد انه الشخص اللي معك او اللي حولك جالس ما يسوي شيء، يتفرج على اشياء سخيفة، اصدقاء دائم اهتماماتهم سخيفة واشياء كثيرة ما لها اي معنى ولا قيمة، هل تعتقد انك بعد سنتين راح تكونون نفس الشيء؟ راح تكونون في نفس المكان؟ مستحيل، قطعا لا، لأنه هذه تركيبة حياة، هذا منهج حياة. ما في شيء قاعد اليوم يطلع كذا من دون ما تكون له تكوينات معينة. هذا تكوين. الشخص المجتهد يلقى نصيب، وعلى قدر اجتهادك تأخذ نصيبك. اشتغلت أكثر بطريقة مخططة ومرتبة ومقننة تبي تلقى أكثر. من هذيك السنة إلى اليوم كم صارنا؟ 11 سنة. ما أخفيكم يا جماعة الخير أنه أنا صرت أسأل نفسي في كل شيء أبغى أسويه إيش الخطوة القادمة، لدرجة أنه هذا السؤال في بعض الأمور صار يزعجني صراحة، بس إني لاقي ثمرته ولاقي فائدته. أي شغلة بسويها أجي أقول تعال بسم الله وش الخطوة القادمة، وش اللي بيطلع معي بعدين، وأبدأ أخطط. هل أنا اليوم هذا الشيء بستفيد منه؟ ما حتى من يوم دخلت اليوتيوب أنا قاعد أفكر دائما في الخطوة الجاية، وش الخطوة اللي بعدها. اليوتيوب كان باب لي أني أفتح شركة إنتاج، لأنه اليوتيوب هو إنتاج مقاطع تتعلم في صناعة الإنتاج، فتح لي باب بعدين أني أفتح شركة إنتاج. اليوم الحمد لله شركة كبيرة، وهي اللي كانت مشغلتني عنكم الفترة اللي راحت، بس الحمد لله بشركم اليوم تشتغل من غير ما يكون العمل الإداري أو الفني مرتكز علي صراحة. فيها تيم جدا ضخم وداخلين على توسع جدا كبير. ساعدني هذا السؤال في المرحلة التعليمية. أذكر في هذاك الوقت لما جاني هذا السؤال أنا كانت معي الثانوية العامة ومعي دبلوم، بعدها رحت كملت على طول الجامعة. جاني هذاك السؤال وأنا ما أذكر أني قدمت أي خدمة تطوعية، كملت 1000 ساعة تطوعية بعدها. ماني قاعد أقول لك هذه الأشياء عشان قاعد أتباهلك في نفسي، بس بوصل لك أنه هذا السؤال فعلا لمسني وأثر فيني. طوال 11 سنة اللي راحت سألت هذا السؤال في أشياء والتفاصيل مرة كثيرة، صنعت نقلة بالنسبة لي. هذه النقلة أبنقلها لك في الفيديوهات الجاية. بأجي أنا وياك وبقول لك تعال خلنا نمسك كل شيء موجود في حياتنا اليوم ونفسر كيف نقدر نفكر بهذا الشيء للخطوة القادمة. أوعدك أنت تنصدم، أوعدك أنت تتفاجأ، رغم أني عارف أنك أنت من الآن بدأت تفكر فعلا وش الخطوة القادمة اللي موجودة عندك في الشيء اللي في يدك، سواء في وظيفتك أو في تعليمك أو في حياتك. لكن حط في بالك دائما مستحيل تتساوى أنت والشخص اللي ما خطط ولا سوى التكنيك الرهيب هذا البسيط السهل الممتنع للخطوة القادمة. إذا خطط لها صدقني راح توصل لها. أي شيء تحطه في بالك وانت مجتهد له وبديت فعلا تبدأ العمل فيه راح توصل له بقدرة قادر بإذن الله. أنه إيمانك هذا وإيمانك بنفسك وإيمانك برب العالمين ما راح يروح عبث. الشيء اللي أنت قاعد تفكر فيه راح يوصلك. أتمنى يا صديقي أنك وصديقتي أنكم تنشرون هذا الفيديو لشخص ممكن يحتاجه، وسوي كذا تنبيه على القناة عشان السلسلة هذه بتنزل بنفس اليوم بشكل أسبوعي. بنحاول بعدين حنا ننزل فيديوهين في الأسبوع إذا لقينا ثمرة وفائدة منها، وبإذن الله أنها بتوصل وبإذن الله أنها بتفيد وتؤثر. أتمنى أنك تكتب لي تعليق إيش الشيء اللي لازم أركز فيه لما أفكر في الخطوة القادمة. لا تنسى تسوي سبسكرايب ولايك على الفيديو عشان يوصل لأكثر عدد ممكن من الناس. أشوفكم على خير وفي أمان الله. Thank you.